مساء الخير. الانحباس الطويل للأمطار والغير اعتيادي اللي عم نشهده بهيدي الفترة من السنة رح يستمر لمنتصف الشهر الحالي، بحيث بتشير الخرائط الجوية لوصول المنخفضات منتصف الأسبوع القادم، ومن هلأ لوقتها الطقس المستقر والشبه ربيعي رح يستمر. إذا طقسنا لبكرة غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من شمال، وعكار عم بتسجل 19 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت عم بيسجلوا 22 درجة، أما صور 23. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 17، اللقلوق 12، زحل 18، واجزين أيضا 18 درجة. نسبة رطوبة ساحلا عم توصل لل 70%، الريح السطحية جنوبية شرقية بتتحول إلى شرقية وسرعتها بتتراوح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء والخميس جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، أما درجات الحرارة ساحلا عم بتسجل 23 درجة. للجمعة والسبت بيستمر الطقس المستقر مثل ما سبق وذكرت، قليل الغيوم ودرجات الحرارة بتستقر أيضا على 23 درجة ساحلا. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.